هبطة البليدة فريق مولودية شرشال حتى الرحال بسيدي بالعباس لمواجهة الفريق المحلي صاحب التاج الموسم الماضي، والذي يمر بدوامة من المشاكل التي أراد الاستثمار فيها المنافس صاحب الزي الأبيض من خلال محاولة المباغة المبكرة، إلا أن أصحاب الأرض وبتجربتهم تمكنوا بعد مرور 11 دقيقة من فتح باب التسجيل عن طريق المدافع مسمودي. نفس اللاعب كان له اتصال مباشر بعد مضي ربع ساعة مع الحارس عبد أمين الذي كان حاضرا في هذه الكرة. من جهتهم أشبال المدرب كمال جحمون كان بإمكانهم العودة في أي لحظة من اللقاء، لكن قلة التجربة حالت دون الوصول إلى مرمى اتحاد بالعباس. لاعب المحليين بن عياد فوت على رفاقه عدة فرص لتعميق الفارق، منها هذه الكرة التي ردها القائم الأيمن للحارس عبدي في الدقيقة 6 من الشوط الثاني. مشجعو مولودية شرشال كانوا مميزين في المدرجات لمؤازرة زملاء اللاعب عربي صاحب هذه اللقطة أمام حارس اتحاد بالعباس. وبدخوله في الدقيقة 67 أعطى اللاعب البديل سوغار نفسا جديدا لخط الهجوم، وشكل بتحركته خطرا في أكثر من مرة، لكن الدفاع الشرشالي كان يقظا إلى أن حلت الدقيقة 90 وأضاف اتحاد بالعباس الهدف الثاني بواسطة اللاعب البديل ثابتي بعد تلقيه تمريرة من سوغار. وتأهل اتحاد بالعباس الذي تنتظره مقابلة حاسمة في الدور المقبل، بينما المنافس فريق مولودية شرشال ينصرف للتألق أكثر في مشوار البطولة. البطولة في الجهة